السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا يعتبر من المواضيع المهمة أكثر الناس اليوم تعاني من عنده، هو موضوع هشاشة العظام وأوجاع المفاصل، خشونة الركبة، مواضيع صرنا مبتلين بها بحياتنا اليومية. طبعا أول شيء لازم نعرف الأسباب اللي تؤدي إلى مرحلة نوصل بها إلى هشاشة العظام أو أوجاع المفاصل أو خشونة الركب. بالنسبة للنساء، اضطراب الهرمونات ومشاكل الغدة الدرقية هي تعتبر أحد أسباب هشاشة العظام وخشونة الركبة أو أوجاع المفاصل. حبوب منع الحمل تعتبر من أحد المشاكل. سن اليأس، انقطاع الدورة عن المرأة، هذه أحد المشاكل اللي تسبب لها هشاشة وأوجاع المفاصل. نقص الكالسيوم، وراح هسه أوضح لكم شلون يبدي أو شلون ينقص الكالسيوم. طبعا وكذلك السمن الزائد بالجسم، هذا أحد أوجاع المفاصل. إحنا كوقاية أولية، قبل لا نشرح العلاج، كوقاية أولية لازم نبتعد عن الحلويات. تناول السكريات بشكل مفرط هنا راح يستنزف من الكالسيوم الموجود بالجسم، وكذلك شرب القهوة بكميات كثيرة، شلون الادمان احنا نسميها، هذا راح بمادة الكافيين، وهاي اللي هي تستنزف من الكالسيوم الموجود بالجسم، فيسبب لنا الاوجاع ومفاصل اوجاع المفاصل وخشونة الركب. طبعا لازم نبتعد عن الأطعمة المكررة، السكريات وما شابه، المعكرونة، هذه تعتبر من الأطعمة المكررة، هاي تعتبر من الأسباب اللي تؤدي إلى الهشاشة ومشاكلها. كعلاج احنا سري عرفنا الأسباب وتقريبا الوقاية تكلمنا عنها. كعلاج عفوا، شنو العلاج؟ العلاج مثلا نلجأ أول شيء للخضروات، مثلا السبانخ، بذور اليقطين، اللوز، هذني نلقى بيهن الكالسيوم او المغنيسيوم اللي هو يعتبر يعني عامل مشترك مع الكالسيوم حتى يشتغل. هذه الأطعمة نلقى بيها اللي يعالج هشاشة العظام. بعد من العلاجات ملعقة صغيرة من بذور الرشاد مع قلاص حليب، نحاول نحصل الحليب من المزارع، يكون نقي، كل يوم نشربه على قبل الفطور لمدة 21 يوم، راح نلاحظ اكو تغيير فظيع خاصة لخشونة الركبة. تناول نص ملعقة كبيرة من حبة حلوة اللي هي الشومر، بباقي الدول يسموها مطحونة، 3 مرات باليوم. هاي احد العلاجات لاوجاع خشونة وخشونة الركب. نقدر نجيب زيتون، زيت الزيتون طبيعي، ونخلي بيه 3 تمرات او 3 تينات، نخليهن من الليل الى الصباح ناكلهن قبل الفطور، وإذا ما كوتين موجود التمر نستبدل به. نقدر خشونة الركب نجيب له شحم سنام الجمل، هذا ندهن مكان الركب اللي هو المفصل، واللفة نحاول الصوف، أهم شيء الصوف بهاي المرحلة، لأن الصوف يولد شحنات لبناء العظم، فيكون وجوده مهم من يلف على المفصل. علاج كلش مجرب وطبيعي وكلش قوي.
ويدهن بزيت الزيتون. بس احنا نفضل شنو؟ شحم سنام الجمل، لان هو طبيعي 100%، واذا نحصل زيت الزيتون طبيعي بعد افضل. كل يوم نقدر نتعرض لأشعة الشمس صباحا ومساء، بعد أشعة الشمس هنا تكون مو حارقة، هنا احنا نحتاجها للجسم، نعرضها الى ربع ساعة او 10 دقائق. هذه احد اسباب علاج خشونة الركاب او الهشاشة العظم. عندنا بعد خلطة راح اتكلم لكم بها، هي مفيدة، تكرروها مرتين باليوم. ناخذ لوز حلو ولب القرع سمسم، ونخلي عليه 4 تمرات بنسب متساوية طبعا، ناخذهن زائدا 4 تمرات، ونخلي عليهن قطعة طبعا بالبداية نطحنهن وياهن، بعد نخلي بذور الكتان بنسب متساوية على 50 غرام على 20 غرام، انتم شلون ترتبون نسب متساوية، قلنا لوز ولب القرع وسمسم وبعد بذور الكتان نطحنهم، ونخلي فوقهن بعد جلاس مي 250 ml او 300 ml، وفوقهن بعد موزة، ونضربهم خلاط، يصير عندنا عبارة عن مستحلب نفسي. هاي العملية نشرب من عندها صباحا ونكررها مساء، هم نسوي نفس الخلطة هذه، خلطة قوية تعالج حشاشة العظام وخشونة الركبة وأوجاع المفاصل. تقريبا ذني 3 عوامل هن متشابهات بالعلاج، وهن يمكن سبب واحد هو نقص الكالسيوم أو صعود نسبة الكالسيوم بسبب نقص المغنيسيوم، فهذه الخلطات هي تقوي المغنيسيوم حتى يشتغل الكالسيوم صحيح بالجسم. هذه خلطات بسيطة ونقدر يعني نحصلها بأبسط الأسعار وغير مكلفة، وما لها دخل بالصيدليات والعلاجات الكيميائية، وتعالج علاجات قوية ومجربة. ونقدر ناخذ بعد الأوميجا 3، نتناول كبسول الأوميجا 3، يعتبر من العلاجات المهمة لخشونة الركاب وهشاشة العظام. علاجات بسيطة وإن شاء الله تفيدكم وغير مكلفة، وأتمنى فدتكم بهذا الموضوع، لأن أغلب الناس جاي تشكي من عنده. وأتمنى لكم الصحة والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.